والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ونسأل الله أن يحشرنا معه، الإمام الخميني قاتل صدام كرجل كافر، والعراقيين الذين سقطوا بسبب الحرب، وذول الأيتام الموجودين، وذول الأرامل، من يتحمل مسؤوليتهم؟ شنو يتحمل مسؤوليته؟ حرب، حرب، باكر أنا أقتل الوهابي هم أتحمل مسؤولية أيتامه؟ ماكو هيك حرب نظامية، هاي حرب نظامية واجهونا. يعني هل من العدالة الآن أنه هؤلاء اللي سقطوا آبائهم بالحرب ما لهم أي حقوق؟ ما لهم أي حقوق، والله ما يستحقون الحقوق. هاي الجيوش ما يستحقون، ما يستحقون، ما يستحقون. طيب أنا شفت نزلن، أنت خلقت عدو، إذن أنت خلقت هذا اليتيم اللي أبوه سقط في حرب العراق الإيرانية، أنت خلقت عدو، هذا من يجي قاتلك لا تقول لي ليش قاتلتني، هل أنت هاملة؟ أي خلي قاتلني، أهلا وسهلا بي. يجوز شيعي هذا، على شنو يقاتلني؟ شيعي هذا قاتلني لأن هو وقف صدام حسين؟ هو شعلي أبوه قاتل، هذا حرب بين بلدين الآن. إذا هو شعلي فهو شعلي. طيب إذا تسمح لي الآن، وصارت حرب بين العراق وإيران، لا سامح الله، إن شاء الله ما تصير. أنت ويا من توقف؟ ويا إيران.